تشتغل سائق ناقلة مياه صالحة للشرب توزع على المواطنين من هذا البئر. أجيب المياه من هذا البئر الموجود هنا أوزع على بعد 8 كيلو وحين يوصل إلى 10 كيلو تقريبا. طبعا هي أعمال حرة أديرها أنا الحين صار لي 12 سنة تقريبا، والحمد لله فيها رزق وأنا مواصل العمل فيها. أحصل دخل ثابت شهريا 500 ريال، ودخل بيع على الزبون بين فترة أخرى حصل حسب 150 120 على حسب الطلب. حياك حياك. الحين جايب لك المي 3 دقائق وأنا واصل عندك. لابد للإنسان يعني يكافح عشان يعيش وكذا، لابد أن يتعب، فما لكل مجتهد نصيب. نحن نعمل والمرزق الله. أنا أشتغل الحين 12 سنة خلاص، استقريت، بنيت بيت، تجوزت، عندي عيال، فما يجي شيء بالسهل يعني. نشتغل في الحر، نشتغل في البرد، نشتغل بالليل، نشتغل صباح، نشتغل ظهر، نشتغل مساء، مهما كان الأمر يعني نشتغل نشتغل. ورزق على الله نعم، نحن نعمل والمرزق الله. يتخذ المواطن من منزله أو من الشارع على السجن، على السجن. التيار الإسلامي يتظاهر يوميا تقريبا، وبالتالي يرون أن هذا يسبب فوضى. نظام اهتز بقوة وأصبح يحاكم الجميع. هل دي مظاهرات حلال؟ مظاهرات التانيين حرام؟ من يدمر ويفجر مباني مديرية الأمن يتم التعامل معه. مقتل شباب كل يوم، لماذا يقتل هؤلاء؟ لن نسمح بانهيار الدولة المصرية كما يعني يريد الإخوان المسلمين. مفوضينك من غير رئاسة مفوضينك. 25 يناير اللي جاي يطلع محمد حسني مبارك ومعاه السيدة سوزان مبارك معلنة انتصار ثورة 30 يونيو المجيدة. هذا البرنامج برعاية كفاك، شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة. أهلا بكم مشاهدين الأعزاء. ما زالت الأزمة في الأنبار تلقي بظلالها على المشهد العراقي، فرغم إطلاق مبادرات مختلفة لحل الأزمة واصل الجيش العراقي عملياته في تلك المحافظة، بينما أقيمت صلوات جمعة موحدة في 6 محافظات تضامنا مع أبناء الأنبار. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى أين وصلت الأوضاع في الأنبار أمنيا وإنسانيا بعد مضي أكثر من شهر على بدء العمليات العسكرية فيها؟ العراقية وكافة القوى السياسية والشعبية للقبول بتسوية سياسية للأزمة في تلك المحافظة. إذن الأنبار أزمة مستمرة، ولكن إلى متى وبأي كلفة؟ فالحكومة العراقية تبدي تصميماً على مواصلة عملياتها العسكرية في تلك المحافظة لتصفية معاقل من تصفهم بالإرهابيين، غير أن روايات شهود عيان تشير إلى عمليات قصف عشوائي تحديداً في الفلوجة والرمادي أدت إلى منذ أواخر الشهر الماضي إلى فرار عشرات آلاف العائلات. ووسط هذا المناخ أطلقت في خطب الجمعة دعوات للتضامن مع أهل الأنبار والبحث عن تسوية، وقد طرحت مبادرات مختلفة في هذا الاتجاه أطلق أحدثها مجلس محافظة الأنبار. الأنبار أو المحافظة الأزمة، هنا بغربي العراق يواصل جيش البلاد المدعوم بمسلحي العشائر عملية عسكرية واسعة النطاق تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية. الهدف
ولكن في حقيقة الواقع هو من طبقها في أكثر من مباريات، وبالتالي هذه كرة القدم تلعب على الإمكانيات الموجودة. نعم فشل، نعم لم يستطع أن يفوز على وستام، ولكن أعتقد أن أيضا مبارياته خارج أرضه مع الفرق الكبيرة دائما ما يستخدم هذا الأسلوب، هو التركيز في الثلث الدفاعي واعتماد الهجمات المرتدة، وهذه الإمكانيات الموجودة والحلول الموجودة بالنسبة للفريق. نعم الحقيقة هذا الأسبوع تعادل أرسنال على أرضية ساوثهامبتون ساعد مانشستر سيتي لانتزاع الصدارة، وكان بإمكان تشيلسي لو فاز على وستام خصوصا بالأهداف أن يصبح ثانيا وليس ثالثا، لكنه اكتفى بالتعادل وظل وراء أرسنال. مورينيو كما تحدثنا كان عصبيا بعد المباراة واتهم وستام يونايتد بأنه يلعب كرة قدم بأسلوب القرن 19. نستمع إليه. This is not Premier League. This is not the best league in the world. This is football from the 19th century. You know, too bad. You know, so with my players, I'm happy. Especially the second half was phenomenal. The goalkeeper saved a lot, but they had also other players without gloves. They saved a lot. You know, they played with five defenders. They look more goalkeepers than defenders. They gave the body to the ball. They slide. They tackle. They gave everything. So my respect to their spirit and to their effort. But my team tried everything. نتيجة واضحة تماما على وجهه. على كل حال هو باع ماتا لمانشستر يونايتد وانتدب محمد صلاح لاعب دوري مصري من بازل السويسري. عن محمد صلاح ورحلته إلى تشيلسي إليكم هذا التقرير. بعيدا عن أضواء القاهرة وصخبها وفي قرية متواضعة بدلتا النيل، كانت الخطوات الأولى لنجم الكرة المصري محمد صلاح، حيث عاش حياة بسيطة وسط الأقارب والمعارف قبل أن تأخذه الساحرة المستديرة في رحلة إلى أوروبا ليحمل معه اسم قريته نجريد التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، ويترك وراءه قدوة في الالتزام والتواضع والحرص على التواصل مع جيرانه بمن فيهم من اعتاد تصفيف شعره. حمادة يعني حاجة مشرفة جدا جدا جدا، واحنا كنا عمرنا ما نتخيله يعني ان هو يوصل للدرجة ديت، لكن هو